الملامح الأساسية للتغيرات الجوهرية في لعبة كرة القدم: واحد، عمل صدادات جانبية في الملعب من المطاط، وذلك للحفاظ على اللاعب من الخروج خارج الملعب، وأيضا عند اصطدامه بها يرد مرة أخرى إلى داخل الملعب. 2، وضع قطعة من المطاط الخشن أمام كل مرمى، وذلك لمنع دخول اللاعب المتسرع داخل المرمى. 3، ارتداء كل لاعب شورت من النايلون حتى إذا وقع يظل يزحف، ومن الممكن أن يحرز هدف وهو يزحف. 4، ارتداء كل لاعب ركب من النايلون قابل للنفخ، وذلك لمنع تصادم اللاعب بأرضية الملعب. 5، ارتداء كل لاعب صدر من النايلون أيضا، وذلك لتقليل قوة التصادم بين اللاعبين، وحتى إذا وقع على صدره هناك إمكانية أن يقوم فورا عن طريق الارتداد. 6، انزال عدد 2 كرة بدلا من كرة واحدة بواقع كرة واحدة لكل فريق. 7، استبدال النجيلة الصفراء الصناعي بالبورسلين شديد النعومة. 8، استبدال حارس المرمى بعدد 2 حراس مرمى لكل فريق. 9، ممنوع منعا باتا النزول بالكوتشي أو أي حذاء رياضي آخر لأي لاعب، إنما النزول للملعب يكون حافي القدمين. 10، رش الملعب كل ربع ساعة بالماء والصابون. 11، المباراة لها نتيجة وتكون عبارة عن عدد الأجوال الداخلة في الفريق، وتكون بحظ أقصى 50 جون لكل مباراة، بمعنى اللي هو هيوصل لعدد 50 يكون هو اللي كسب الماتش. الماتش عبارة عن 6 جولات، كل جولة ربع ساعة، وتكون النتيجة عبارة عن تجميع الأجوان في الجولات الستة. وشكرا للاستماع.